انتش انك كملت وانضميت للموسم الرابع من ذا فويس رغم الانتقادات على اللجنة؟ هلا انا ما انا ما سمعت انتقادات. انا بالنسبه لي بعتبر ذا فويس هو من اجمل احنا التجارب. سمعنا عشان كده بنقول لك هلا طبعا كان في لانه اشاده باللجنه الاولى. اليوم بطبيعه الحال لما بيكون في فانز ل او متابعين لفنان معين, اجى فنان تاني محله, بصير هيدي اليوم السوشيال ميديا صارت عم تلعب دور كتير كبير بموضوع توصيل الآراء وأصوات, بعض الأحيان إيجابية بعض الأحيان سلبية بعض الأحيان مأزية وبعض الأحيان هي عم بتسيء لمجتمعنا العربي, لأنه بألفاظ نحن ما تعودنا عليها ولا تعودنا أنه بمجتمعنا نسمعها. لنرجع لدو فويس, أنا بالنسبة لي مرحلة دو فويس بعتبرها من أجمل المراحل اللي عملتها بحياتي ومن أجمل التجارب, ويمكن هذه المرحلة أو هالتجربة وصلتني للناس وخلت الناس تتعرف على عاصي الإنسان أكثر من الفنان بس. وبالنسبة للجنة أنا تربطني صداقة مع الكل يعني بدون استثناء أبدا, يعني صداقة وأخوة إذا بدك. بحب كتير شيرين, بحب كتير إليسا, بحب كتير أحلام وحمائي, دبلوماسي جدا كالعادة عاصي الحلاني, وما في وصف لك قد ايه بحترم وبحب كمان لكاظم الساهر, لصابر الرباعي, ما حفظ الألقاب للجميع كلهم بحترمهم وبعزهم. طبعا كلهم نجوم بس طبعاً كلهم باللجنة نجوم. الأولى على حساب اللجنة الثانية دايما. يمكن نحن عندنا مشكله, يمكن نوع من التعود. يمكن لا اقول لك, نحن عندنا مشكله بحياتنا العربيه انه ما معودين على التغيير, ما تعود يعني معودين انه بس يجينا شيء معين من دون ما نسمي بنتعود عليه ومنبطل بدنا نغير, يعني عرفتي كيف؟ فهيدي شغلة أنا ضدها. أنا بعتبر بالعكس الدنيا عم تتغير والسنين عم تمشي لقدام, وفي بدنا نشوف مثل ما تعودنا على وجوه قديمة بدنا نتعود على وجوه جاي بعدها. طب مثل ما نحن اليوم في ناس بعدنا عاسي, كنت تفكر قبل كل موسم تقول الموسم ده أنضم أو لأ, أو لأ خلاص يعني انت اوتوماتيكيا تنضم؟ بدي اقول لك شغله, انه بالموسم الرابع انا انضميت لذا فويس قبل ما نبلش تصوير بحوالي يمكن 10 ايام. ما كانش في قرار يعني؟ ما كان في قرار قبل, لانه علمت بالتغيير اللجنه وصار في بعض الاخذ وال يعني الحوار اذا بدك او النقاش بيني. الحوار كان مادي؟ كان في اخذ ورد؟ لا ما عم بحكي مادي, انا عم بحكي لنعرف مين المشاركين. كمان اليوم كتير بيهمني انه لما بكون انا على كرسي الحدا اللي قاعد حدي يكون انا برتاح له نفسيا يعني وقريب لقلبي وقريب لقلي يعني. ومشان هيك نحن اول موسم عملناه بذا فويس قبل ما نبتدي التصوير التقينا مع بعضنا أكثر من مرة وحكينا وتعشينا وتغدينا وصار في هيدي التواصل لحتى لما بنقعد نكون في هيدي الروح الطيبة بيناتنا.